عامر رئيس نادي سموحه، نشوف رايه النهارده ايه في المباراه وفي تعادل سموحه مع بيراميدز 1-1 في استاد برج العرب. وكنا شايفين المهندس فرج عامر في المقصوره الرئيسيه قاعد بيتفرج على المباراه وجنبه الكابتن حسام بدري رئيس نادي بيراميدز. يا باشمهندس ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، وبمسي طبعا على الكابتن احمد بلال والكابتن سامي. الله يخليك، سلام على حضرتك وحضرتك. بنورك، الله يخليك يا باشمهندس. يعني طبعا نادي سموحه اظهر لنا خلال اللقاءات الخمسه اللي اتلعبوا في بطوله الدوري ان هو فريق قوي منافس على بطوله الدوري السنه دي، ولكن في ظاهره سلبيه شويه ان سموحه ما بيقدرش يكسب على ارضه. لا غير ضربه الجزاء، احنا ضيعنا ضربه جزاء. اه وطبعا انا شايف يعني ان النهارده كان الكابتن علي طبعا ما هو مع الايام لعب احسن تشكيل من وجهه نظر، يعني التشكيل النهارده كان لان سموحه بدا بدايه على طول قويه جدا، اول ما بدا بدايه قويه جدا. ايوه ولعبنا جامد قوي، بعدين حضرتك ما تنساش طبعا الفرقه بتستاهل، يعني فرقه جامده برضه، فرقه جامده جدا. لا كابتن جامده جدا 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 وعندها امكانيات كتيره قوي وتنوع كبير قوي في اللاعبين، وكل لاعب يعني من احسن الناس اللي بيلعبوا في مكانهم، لكن هم ما كانوش ند لسموحه خلال اول 25 دقيقه من الشوط الاول. وبعدين الجول التعادل اللي جه فينا انا من وجهه نظري ده غلطه مننا، لان ساعه ما الكوره اتلعبت كانت اللعيبه بتاعتنا لسه مش مستعده، وبعدين ضيعنا ضربه جزاء تبادلنا الهجمات، كانت سموحه اخطر، اللعيبه بتاعتنا كان قدامها انها تجيب كذا مره تجيب اهداف. يعني ديريك لعب كوره لاوبي دوكري كانت لازم تجيب هدف ما جاتش، شريف رضا لعب على مستوى عالي جدا النهارده. طبعا يعني سموحه ظهر بمظهر قريب قوي لحياته، وان شاء الله اعتقد ان الايام الجايه الفرقه هتظهر اكتر، لان في اربع لاعبين مهمين جدا جدا غايبين النهارده عن الفريق. لكن طبعا انا راضي جدا على المباراه، كنت اتمنى اكسب، شكلنا كان جميل قوي، بيراميدز دي مش سهله ابدا 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 يعني، واحنا كمان مش سهلين. طيب رايك ايه في ظاهره، يعني انا عاجبني جدا فريق نادي سموحه وفرقه تلعب كرة حلوه وبتكسب خارج ارضها، بس الثلاث ماتشات اللي نادي سموحه لعبهم على ارضه في استاد برج العرب ما قدرش يكسب ولا ماتش منهم. كلامك صح، بس ايه السبب من وجهه نظر؟ هما الماتشين، انا طبعا كابتن علي طبعا هو صاحب الراي الاول والاخير في التشكيل، لكن انا من وجهه نظري ان احنا يعني اللعيبه كانت مستهتره الى حد كبير. الماتش بتاع النجوم وكان بيخبط كسبوا في اي وقت، وطبعا النجوم ظهر ان هم فرقه هايله، ويعني لا يعني بصراحه يعني احييهم جدا لان لعبوا بشكل هايل هايل، يعني فكره انك تكسب في اي وقت، فطبعا ما حصلش في اي وقت، يعني يمكن النجوم كنا هنخسر. خلي بالك انا كنت قاعد على الدكه مع النجوم ساعتها، يعني برضه يا كابتن طب ما انا كنت قاعد على الدكه مع النجوم ساعتها. والله يا كابتن انا التليفون بيقطع، كان مش احنا يا باشمهندس التليفون بيقطع. المهندس فرج عامل شكله خارج من الاستاد والمنطقه، التليفون بيقطع بس مش سامعين كويس. طيب هنكلم المهندس فرج عامر تاني عشان طبعا يعني الصوت بيقطع والتليفون الخطوط مش مظبوطه، هنحاول نكلمه تاني ونكمل كلامه. هو يعني بيرجع التعادل في مباراه النجوم مع سموحه المباراه الاولى، ان هو يعني فريق نادي سموحه كان حاسس ان هو اللعيبه هتكسب في اي وقت نادي النجوم. طيب بس هو راضي عن الاداء وبيقول ان فريق بيراميدز فريق قوي جدا، ويعني راضي عن فريق نادي سموحه لغايه دلوقتي نتائجه في بطوله الدوري. طيب ده بالنسبه للمباراه، عايز اخلص بقى كلامي على مباراه بيراميدز وسموحه والتعادل الايجابي 1-1. مين افضل لاعب يا كابتن بلال النهارده في الماتش؟ بشوف كينو من افضل اللاعبين، يعني اللعيب بالاجابات بتاعته اللي حصلت النهارده في الملعب، لعيب النهارده صنع هدف وصنع اكثر من ثلاث اهداف من حقق الفريق بيراميدز النهارده، امتلاكه للكوره ولما بيمسك الكوره وهو مصدر الخطوره بتاع بيراميدز طول المباراه، كان هو على فترات اي نعم، ولكن انت برضه مش مطلوب منك كلاعب انك كل ما تمسك الكوره تسجل هدف، مش مطلوب منك كل ما تمسك الكوره انك انت تصنع هدف. طيب رجعنا تاني للمهندس فرج عامر وكنا بنكمل كلامنا على نادي سموحه، معلش يا باشمهندس التليفون قطع، بس بقول لك عشان كده كان النجوم هيغلبنا. عشان انت كنت قاعد على الدكه. انا ما شفتش حضرتك في الماتش، حضرتك كنت مسافر؟ كنت مسافر، كنت مش موجود. كنت مسافر، اتفرجت عليه في التلفزيون.
بس فهو طبعا دلوقتي ما فيش فرقه تقدر ان انت تلعبها بالسرعة وتتوقع ان انت تغلبها. صح، كل الفرق يعني مستواها قوي في الدوري. الخط بيقطع تاني. ما بنعرفش. طيب معلش برضه الخط قطع تاني و يا باشمهندس مع حضرتك. لا التليفون بيقطع المنطقة بس ممكن ما تكونش الإرسال كويس. طيب كابتن ثاني كابتن أحمد بلال يعني قال كينو أفضل لاعب في المباراة، أنت هتقول كينو أفضل لاعب في الدوري معاك. لا هو رغم إن كينو ده مش هو ده المستوى اللي شفناه في الماتشات اللي فاتت، لكن برغم كده أحسن لاعب في الماتش شهر. يعني لما تيجي تبص للعيبة كلها اللي موجودة لا هو أفضلهم، لكن مش هو برضه مش ده كين اللي احنا شفناه خلال ماتشات الدوري يعني. مش هو ده اللي ادهولنا، لكن برضه بأقل إمكانياته لا هو أفضل لعيب. يعني رغم كده هو أفضل لعيب، هو اللي عمل الهدف، هو اللي ضاع أحسن فرصة وعمل فرص لزمايله، خلق واحدة لقفشة وخلق واحدة لإدوارد وهو جاب وحط الهدف بتاع أحمد توفيق. فالنهارده أنت بتتكلم في إيه؟ لا هو أفضل لعيب بالرغم إن هو النهارده من أقل الماتشات اللي شفتها له النهارده. يعني ده أقل ماتش شفته النهارده، لكن رغم كده لا هو أحسن لعيب في الملعب برضه. طيب ده بالنسبة لمباراة بيراميدز وسموحة، وبرضه عايز أتكلم في نقطة أخيرة في مباراة بيراميدز. شايفين إدارة المباراة من الاثنين أجهزة فنية، من كابتن علي ماهر ولافولبي المدرب الأرجنتيني، تأخيرات وإدارة المباراة في الشوط الثاني. ايه رايك فيها يا كابتن سامي؟ هو علي عمل يعني هو عمل اكثر من حاجه، ان هو نزل لعب بتاعه نص ملعب، ولما طلب عبد القوي وبعدين لما لقى الدنيا مش ماشيه معاه راح مخرج واحد نص ملعب مانجا، راح منزل اومي اوكري، وبعدين راح شايل ديريك وحط شلونجو، وبدا يغير ثلاثه لما طرد كمان واحد من فرقه بيراميدز. لكن فرقه بيراميدز البودل عندهم مش عاجبني، يعني البودل عندهم صعب جدا. ادوارد ده لعيب مش عاجبني من سبعه، وداني شاهين ده ابعد ما يكون ان انا اشتريت فرقه بحجم بيراميدز اللي هو الفلوس اللي دافعينها السنه دي. لكن هو نزل مهند لاشين عشان يمسك نص الملعب مكان محمد مجدي قشه، ولعب باثنين ديفندر، وبعدين راح جاي طرد منه محمد فتحي، برده كانت مشكله بالنسبه له كبيره جدا لانه كان خرج توفيق ونزل ادوارد. لكن رغم كده كانوا بيهاجموا صح، رغم ان هو كان عصبي كان مكتوب كان بيهاجم. فالراجل على قد الامكانيات، خلينا نتكلم الامكانيات بتاعت الفرقه اللي موجوده بره الدكه سيئه بالنسبه لي، بالنسبه للراجل اللي شغال بيها لا سيئه. احنا قلنا دكه سموحه اتقل بكتير جدا من دكه بيراميدز، وده الغريب بالنسبه لنا. لو دكه بيراميدز بالامكانيات بالفلوس اللي دفعها بكل ده لا يبقى افضل دكه موجوده في الدوري، لكن دكه ما تساعدكش على انك انت تصنع الفارق في الشوط الثاني. دكه ما تساعدش، مفيش حد بره يعني. بص يا كابتن سامي، لما طلع مجدي قفشه نزل مهند لاشين، تمام، واحد يمكن واحد بيشوط وبيلعب على الجول وعنده مهارات فرديه عاليه، بواحد اقل منه في الامكانيات وممكن يلعب حته الميد فيلدر دي، خد بالك يعني واحد هجوم واحد ما عندوش البديل. لا هما الاثنين اللي ممكن ادوارد دول هما دول يتقلقوا، ونزل مهند لاشين عشان يمسك نص الملعب، يعني نزل مهند لاشين عشان يقفل شويه نص الملعب. لكن النهارده انت الاثنين اللي نزلتهم عشان يهاجموا ادوارد وداني دول لعيبه من اقل اللعيبه اللي انا بكلمك فيها يا كابتن سامي، بكلمك ان انا بكلمك حجم لعيب بحجم لعيب. انت بتتكلم في حته ان انا صرفت فلوس كتير جدا، عندي امكانيات كبيره جدا، المفروض اللي عندي بره يبقى زي اللي عندي زي اللي جوه في الملعب. انما ما يعني دي نقطه التربيه اللي بيتكلم فيها كابتن. ده اللي ما عندكش ما عنديش مهاجمين. لا ما عندكش، وحتى عمر جابر وعندي مهند لاشين، لا والمهاجمين قليلين فنيا يعني. دول لازم الاثنين دول يمشوا في يناير اللي جاي. يعني ادوارد ده وداني شاهين، ادوارد ده مش وحش فيها، مش وحش، هو سريع كويس، هو بديل سريع بس بديل كويس سريع، يعتبر من البدلاء الكويس. بص يعني هو محتاجين 200 مهاجمين جامدين. بص ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، تكملوا بقى الفيلم. النهارده ادوارد لو موجود محمد فاروق كان ممكن ما تلاقوش يلعب، لان هو بدا بيه لو تفتكر بدا بيه الدوري، وبعدين راح مطلعه بره خالص، بعده بره خالص ما بقاش يلعب. النهارده انت حاطه عشان عندك رودريجينو مصاب وعندك محمد فاروق مصاب، هل انت جايب لعيب مره الاسكور؟ ما انت جايبه عشان يلعب. أيوة. لكن الاثنين دول داني شاهين وادوارد انا ما لقيتش منهم اي شكل بصراحه يديني مردود ان هم طوال جدا ان هو يفرق مع فرقه بيراميدز. فالنهارده لما نزولهم زي عدم نزولهم ما عملوش اي فارق، بالذات داني شاهين ده انا مستغرب. ده انا لو ماسك فرقه ما اشتريهوش، يعني انا لو ماسك فرقه صغيره زي ما كنت ماسك فرقه مثلا الاسيوط ما اشتريهوش، ملوش اي ميزه موجوده في من ساعه ما لعب الماتشات كلها. ايوه فانا شايف، لا شايف المحترفين بنسبه كبيره لازم الراجل يغير المجموعه اللي موجوده دي، ما شافش منهم اي مردود خلال الفتره اللي فاتت. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى نروح نتكلم على مباراه الاهلي والانتاج الحربي.
المباراة طبعا مهمة جدا.